إذن كانت هذه مناسبة باش تنظم واحد القراءة في الكتاب اللي ألفته أنا والصديق أحمد بوز بعنوان اليوسفي كما عشناه، أوراق من زمن السياسة. وكانت مبادرة ديال مختبر القانون العام وحقوق الإنسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية. وكانت مناسبة لكي يعني نتحدث عن مضمون هذا الكتاب ومحتوياته وما يمكن أن يثيره من نقاش. وكانت فرصة كذلك للجمهور الذي تابع هذا اللقاء العلمي للتفاعل. فكما سبق أن أشرنا وكما أشرنا كذلك في مقدمة الكتاب، فإحنا كنقدموا واحد تجربة عشناها أنا وأحمد البوز اللي حول واحد المرحلة مهمة من تاريخ المغرب. حينما نتحدث عن عبد الرحمن اليوسفي نتحدث عن الشخص، وفي الوقت نفسه نتحدث عن التجربة، لأن الأمر لا يتعلق فقط بشخص وإنما بتجربة سياسية اللي بدأت من احنا بدينا الكتاب من 1992، يعني منذ يوم دفن الراحل عبد الرحيم بوعبيد في 9 يناير 1992، كان توفى في 8 يناير 1992، إلى يوم دفن عبد الرحمن اليوسفي اللي توفى في 29 ماي 2020. فإذا مرحلة طويلة ومهمة وغنية بالأحداث وبالوقائع التي ما زالت تطاردنا إلى اليوم، وما زالت يعني تتعقبنا ولها آثار بادية في المرحلة التي نعيشها. فإحنا نحن نقدم أولا روايتنا لمواقع، نقدم وقائع وأحداث عشناها. بطبيعة الحال حرصنا على أن نكون موضوعيين، بطبيعة الحال ما يمكنش نتكلموا على الحياد، ولكن بالنسبة إلينا حاولنا وحرصنا على أن نوثق كل وقائع والأحداث في تلك المرحلة. نحن كنا من داعمي عبد الرحمن اليوسفي حينما تحمل المسؤولية على رأس الاتحاد الاشتراكي، ومن خلال المبادرات التي أقدم عليه، ولكن بدأ خلاف واحد المرحلة معينة، وحاولنا أن نتحدث عن هذه الأحداث وهذه الواقع من خلال أوراق الكتاب، كيتضمن 11 ورقة، من خلال أوراق اللي كتقدم رواية وقراءة ديالنا المرحلة، وبطبيعة الحال من زاويتنا ومن موقعنا السياسي والنضالي والتنظيمي آنذاك. وبإمكان أي أحد كذلك أن يقدم روايته وقراءته لتلك الأحداث. بالنسبة إلينا إحنا لم ننشغل بتسويق الكتاب، التسويق له مختص، يعني هناك الناشر، هناك الموزع إلى آخره. بالنسبة إلينا كانت فكرة تراودنا منذ مدة، كتب لها في ظروف معينة أن تتحقق، وكان ظروف ديال الإغلاق وديال الحجر الصيعي في حقيقة قدمت لنا الفرصة. أنجزنا الكتاب، لقي تفاعل إيجابي، تجاوب إيجابي، لمسناه من خلال عدد من المؤشرات، وتحدثت عن هذا في اللقاء. فلذلك بطبيعة الحال اليوسفي لم يكن شخصية محلية فقط، ولم يكن شخصية مغربية فقط، ويكفي يعني أن يكون على رأس الاتحاد الاشتراكي في تلك المرحلة وعلى رأس الحكومة، لكي يعني يسعى آخرون وقراء آخرون من خارج المغرب للتعرف على هذه التجربة من خلال قراءتنا لها وروايتنا لها.